بص يا فندم حضرتك، بالنسبه بس عشان اوضح معلومه، موضوع دير السلطان، دير السلطان لسه تحت السياده الاسرائيليه، الكنيسه المصريه واخده احكام من المحكمه العليا الاسرائيليه وما تنفذتش. فالانبا ابراهام دوره وطني ودور مشهود، بس الدير مش معانا لغايه النهارده، الدير مش مع المصريين. في احكام لم تنفذ، احكام من المحكمه الاسرائيليه العليا محدش عارف ينفذها. كنت محامي قضية دير السلطان. تمام. عشان بس للعلم يعني. حضرتك بالنسبة لموضوع التأشيرة مش التأشيرة، حد بقى الأستاذ جمال يتكلم فيها أقدر مني، والنسبة في وقعة نقل الجثمان للقاهرة من عدمه. خلف الأنبا إبراهام الله يناح نفسه صلي عليه في كنيسة السيدة العذراء في الزيتون. اللي هو سابقه يعني. سابقه صلي عليه في كنيسة العذراء في الزيتون. سابق مين؟ سابق الأنبا إبراهام. لا ده كلام باسيليوس مثل لما اللي السابق اللي قبل منه السابق الانبا ابراهام مش مات هنا كان في وصيه استاذ جورج. نعم فندم. كان في وصيه مر للراحل اللي سابق الانبا ابراهام مش يعني حقيقي. فانا مصدق ان في وصيه، انا ما بقولش ان انا ما شفتش، مع السنه مصدق ان في وصيه، بس هو حضرتك انا بتكلم في جزئيه ثانيه. حضرتك في حاله غياب البطرك بيبقى في قائم مقام بطرك، وطبعا كرسي اورشليم ده له منزله خاصه وله معزه خاصه ومتعامل في المجمع المقدس ان هو كرسي اللي قبل البابا على طول. بس احنا عندنا انبا بخمس وعندنا بعض المطارنه كان يعني، لكن طالما سيدنا البابا راى ذلك فانا معاه قلبا وقالبا. لكن لما نيجي نفرق، اللي انا عايز اتكلم فيه ان احنا عايزين نفرق ما بين البعد الديني اللي هو اقامه طقوس الصلاه لقداسه البابا والبعد السياسي اللي احنا ممكن نتكلم فيه او نتناوله. النقطة الاولانية ان البابا راح علشان يقدم يتقبل واجب العزاء، مش يقدم واجب العزاء ويقيم شعائر الصلاة. جماعة المسيحيين اللي عندنا الغلابة في البلد والكبار في السن نفسهم يروحوا القدس يقدسوا، يزوروا قبر السيد المسيح، يزوروا كنيسة القيامة. في قرار من مجلس المجمع المقدس سنة 67 بابا كرولوس، الكنيسة بتمنعهم، الكنيسة بتمنعهم وتحرمهم من التناول. فلما يشوف البابا سافر وبيشترط عليه ينشر إعلان في جريدة مدفوعة الأجر إن اعتذر عن الزيارة ونتوب، كأن الزيارة جرم شائن. فلما يشوف سيدنا البابا رايح للبعد روحي، ما هو التاني ده عايز يروح لبعد روحي، فإحنا أنا من رأيي إن إحنا بقى نفتحها للكل، ما نقفلهاش. وخصوصا وحضراتكم عارفين ومحدش يقدر يجادلني في ذلك ان كل سنه ما بيطلع من مصر من هنا من حوالي 10,000 ل 15,000 من مسيحيين لاقباط بيروحوا يزوروا القدس، حتى بعض الكنائس والشركات بتعمل لهم الرحله دي بالتقسيط على مدار ال 12 شهر. فيعني دي بقى يعني انا ايه هنا يعني في حاله ازدواجيه، ازدواجيه يعني. انا عشان البابا يروح عشان زار على عيني وعلى راسي، هذا شانه وهذا دوره وهذا كرسيه وهذا وهذا، طب ما تسيب الناس بقى الغلابه يعني. انت ليه بقى لما ده بيروح الغلبان يعتذر في نفس الوقت وبيروح